السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك على قناة فرنشاوي مع وليد مصطفى في سلسلة المحادثة باللغة الفرنسية المستوى الأول مع محادثة بعنوان أن ترافاي ديتي عمل صيفي آه جي أون بون نوفيل سايي جي تروفي دو ترافاي pour سيت été جينيال إي تو في كوا جو ترافاي دون une ليبريري جوية إي أوت جي اون بون نوفل أنا لدي خبر جميل أو خبر جيد كلمة نوفيل يعني خبر وهي كلمة فيمينا سايي تمام جي تروفي أنا وجدت دي ترافاي عمل أو شغل قلنا بتعادل كلمة بولو بور تي لهذا الصيف لقيت شغلانة هشتغلها الصيف ده جينيال رائع إتو فيكوا وهتشتغل إيه أو هتعمل إيه جو ترافاي دون لبريري أعمل في مكتبة جوية اي اوت شهر جوية شهر يوليو اللي هو شهر سبعة اي اوت وشهر اغسطس او شهر ثمانية تو يا كومونسي وي دوبوي لو بروميي جوية اي سا تو بلاي سي انتيريسون تو كومونسي هل بدأت وي دوبوي لو بروميي جوية منذ الاول من شهر اغسطس اي سا تو وهل يعجبك سافا ماشي الحال ستنتاغي الامر مثير للاهتمام او شيق تو سي، موا جيم لي ليفغ، إبوي سي لاتي، إلوغ إليا بوكو داتخونجي، چو بارل اونجلي افيكو، سي كول، تو سي، انتي عارفة، موا جيم لي ليفغ، انا أحب الكتب، إبوي سي لاتي، ثم إن سي لاتي انه فصل الصيف، إلوغ إليا بوكو داتخونجي، يوجد الكثير من الأجانب، چو بارل اونجلي، اتحدث اللغة الإنجليزية افيكو، معهم، سي كول، cool. وهذا أمر جيد. Et les autres employés Ben, on est trois. Le patron, une vendeuse et moi. Et les autres employés Ben, on est trois. Et Le patron, une vendeuse, et moi, et moi. Avec le patron, ça va. Le problème, c'est la vendeuse. Avec le patron, ça va. Ça va. Ça il est sympa. هو شخص لطيف. Le problème et le problème, c'est la vendeuse. هي البائع. Pourquoi? Ben, elle ne travaille pas beaucoup. Un jour, elle a mal à la tête. Un autre jour, sa fille est malade. Quand un client entre, elle part à l'autre bout du magasin. Alors, je fais tout le travail. Pourquoi? Les Ben, il elle ne travaille pas beaucoup. هي لا تعمل كثيرًا. مبتشتغلش كتير. Un jour, elle a mal à la tête. يوم عندها صداع في راسها او الم في الراس انو جوغ صافي مالاد ويوم تاني بنتها مريضه كونتان كلون اونغ عندما يدخل زبون إل بار ألوتر بو دو ماغازا تذهب الى الطرف الاخر او الجانب الاخر من المحل يعني لما الزبون يجي من هنا بتروح هي الناحيه الثانيه تبعد عنه ألور وبالتالي جو في تو لو تراڤاي انا اقوم بكل الشغل إي توي بيان باي وي 1500 سي بيان نو إي توي بيان باي وهل تحصل على راتب جيد؟ بتاخد فلوس كويسة؟ وي ميل سانسون ايوه 1500 سي نو هذا جيد اليس كذلك؟ علشان تحمل نص المحادثة وترجمتها في ملف PDF دي اف تقدر تحمل تطبيق فرينشاوي من على البلاي ستور او ادخل على الرابط في وصف الفيديو شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته